هاي، قلة الثقة بالنفس بتيجي يا إما من تروما من الطفولة غالبا يعني، يا إما من القلق وكتر التفكير. أنا ماليش دعوة بالتروما، روح للثيرابيست، بقيت اللي زعلوك ماليش دعوة بيها دلوقتي، أنا ليا دعوة بباقي الحاجات. هنعمل إيه بقى؟ يا سيدي أنت هتسحل نفسك، هتحط جدول محترم ديسيبلين كده، مسحول مضغوط، ما كلمة كده مش عايزة أقولها، وفي شوية وقت للراحة والاسترخاء، وتفكر نفسك إنه فقط للراحة والاسترخاء، ولا بقى تفكير في اللي فات، ولا ذكرياتك مع باباك لما زقك من فوق الحمار عشان مش عارف تخليه يرمح في الغيط. فكك من الكلام ده كله، كله كلام فاضي. جدولك بقى مذاكرة، شغل، عندك تاسكس المفروض تخلصها، ومهارات المفروض تكتسبها عشان لقمة العيش. يقول لك المدير خلص البروجكت الفلاني، او المدرس احفظ الحاجة الفلانية، الدرس الفلاني هنسمعه الاسبوع الجاي، هنسمعه بعد بكرة، هتروح تجري تحفظ وتشتغل. تكتشف بسرعة انه مفيش وقت تقول ما يمكن انا مش كويس كفاية، او ما انا عكيت في الحاجة الفلانية دي قبل كده. مفيش وقت يا اسطى، اجري ورانا حاجات. خلص اللي وراك، جري ايدك في الصنعة لحد ما تاخد عليها، كرر المعلومات لمخك لحد ما يحترم نفسه ويثبتها، وبعد كده خد البريك. البريك بقى طيرك، اكلك، سجايرك، جيمك، whatever the hell you do، ومطلوب عدد واحد مراية، تبقى مراية محترمة كده جايبك ميديم شوت عشان نشوف هنتعامل مع ايه النهاردة. باسكت الانسكيورتيز ده هنفكه النهارده، هنحله عشان ورانا حاجات. هتبص في المرايه، هتركز، وهتقول انت هتتعلم تخلص الحاجه اللي عليك، وهتصلح اخطائك. اصل ما عندكش حل تاني. عندك حل تاني؟ لا ما عندكش. كله هيبقى كويس، كله هيبقى كويس. قرر بقى، كرر العملية دي لحد ما تثبت في مخك وتبقى بريم. بهزر يا جماعة، روحوا الثيرابي، روحوا الثيرابي.